حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول كان علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. العلة يا شيخ من تأخيره؟ تقول لي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمشة. تقول لي ما كان رسول الله أجل اتصالها بالرسول حاجته منها صلى الله عليه وسلم. لو أخرها لغير حاجة إلى شعبان ما هي بأس، ما بين رمضان ورمضان لا بأس. طيب يا شيخ لو أخر بعد رمضان يلزم؟ ما يجوز. أنت أفتى جماعة من الصابين عليه مع القضاء إطعام مسكين كل يوم.